المفوضية العليا للانتخابات تصل إلى آخر مراحل استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، إذ تم اختيار 200,000 موظف اقتراع من بين 1,000,000 شخص تقدم عبر الموقع الإلكتروني ليمارسون المهام الانتخابية في يوم الاقتراع. عملية الاختيار جرت وفق مواصفات ومعايير وضعتها المفوضية في استمارة التقديم. أكثر من 200,000 موظف اقتراع لهذا اليوم، ويتم اليوم القرعة الإلكترونية لاختيارهم من موظفي مؤسسات الدولة وخريجين الجامعات والمعاهد وأيضا من ضمن الطلبة. المفاصل الأخيرة المتعلقة بأعداد المرشحين أو تجهيز قوائم المرشحين للمصادقة عليها خلال هذا الأسبوع، بعد أن استبعدت المفوضية حاليا حوالي أكثر من 393 مرشح، وبانتظار الوصول الوجبات النهائية أو الأسماء الأخيرة من جهات التحقق، ومن ثم المصادقة من قبل مجلس المفوضين على أسماء المرشحين المؤهلين لخوض العملية الانتخابية، ومن ثم إعلان يوم الحملة الانتخابية بقرار مجلس المفوضين خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم إن شاء الله. أمنيا تعمل المفوضية مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لتحصين العملية الانتخابية من الخروقات والتلاعب والتزوير، عبر تأمين المراكز والمحطات وأماكن خزن صناديق الاقتراع ونصب آلاف كاميرات المراقبة فيها. اللجنة العليا أيضا راح تكون لها دور فعال في عملية نقل النتائج، وخاصة فيما يتعلق عصا الذاكرة، لأن تعرف المفوضية ملزمة بإعلان النتائج خلال 24 ساعة. أيضا اللجنة العليا وفرت حمايات اللوجستية لنقل المواد الاقتراع من المخازن إلى مراكز الاقتراع، ومن ثم من مراكز الاقتراع وعودتها إلى مخازن. أما عن أماكن التصويت فتم تحديد أكثر من 7,000 مركز اقتراع في العراق، وبعدد إجمالي للمحطات تجاوز 38,000 محطة اقتراع سيصوت فيها الناخبون. اللمسات الأخيرة للعملية الانتخابية المرتقبة تستكملها مفوضية الانتخابات قبل الإعلان الرسمي لانطلاق السباق الانتخابي بين المرشحين، لتعود مجالس المحافظات بدورة ثالثة جديدة بعد توقف دام لخمس سنوات متتالية. من بغداد.